نظن باللي رانا اليوم درنا مباراة بطولية، يعني رغم أننا ما فزناش ولكن حافظنا على الشباك تاعنا فارغة. الشيء هذا يحفزنا باش نمشيو للأمام، باش نحقوا الأمنية تاعنا هو الباء. ما راحش يكون بالسهل، حنا نعرفوا أن كل مباراة هي مباراة كأس، كاين فيه اندفاع بدني كبير، كاين فيه عدة فرق اللي راهي معنية بالألعاب باللعب الأدوار الأولى، والفرق الأخرى معنية باش تلعب ورقة السقوط. رغم التعادل، يعني هذا في داخل الديار كما شفتوا التعادل عملوا الحكم، هاكم شفتوا يعني ضربة جزاء وسير المباراة كما ينبغي الحال، جا بور اني ميسيون يعني بيان ديتيرميني، هو نجح فيها. يعني عرق الفريق اللي قاعد يلعب صعود يعني في ميدانه، اليوم اللاعبين تاعنا ما قصروش، لعبوا داروا مباراة كبيرة، خلقوا عدد كبير من الفرص، ضربتي جزاء واضحة تقدروا تشوفوها في الوسمو، الحكم كان هو سيد اللقاء، يتحمل مسؤوليته وتصريحيها وباين يعني على الوضوح 100% هو الحكم هو اللي عمل التعادل.